لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك. والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك يا أم المصائب. الليلة أوصل سلامك إلى عقيلة آل أبي طالب، توجه بقلبك إلى الشام. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب يا ابنة أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت سيد الوصين. السلام عليك أيتها المتحيرة بوقوفك على أجساد القتلى وناديت جدك المصطفى صلى الله عليه وآله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء محزوز الراس من القفا بمنظر منها سلام الله عليه، مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا سبايا فإلى الله المشتكى. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بحرمك الشريف
المفروض الليلة مشهد العقيلة زينب بالشام يغص بالزائرين. تصور نفسك هناك تسلم على زينب ودمعتك جارية وقد أمسكت بضريحها. السلام على الملائكة الحافين بحرمك الشريف المستغفرين لزوارك. عندك حاجة متعسرة توجه يا زينب يا زينب يا زينب. يا ليتنا كنا معكم سيدتي فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة. صاحب غيرة أنت أو لا؟ تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا. تدعو أبا أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يرعى يتامانا. هذه صاحبة الحجاب هذه خفرة أمير الأمير المؤمنين. ماذا تقول؟ اسمع. إن عسعس الليل وراء بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. قم يا علي فما هذا القعود. مو من عادة أمير المؤمنين. فما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا وانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفنا قتلانا. نظرت إلى ناحية النجف اختنقت بعبرتها ودمعتها ساكبة أخذت تخاطب أباها أمير المؤمنين
قدات تحن صاب النجف صاحت يا يابا الهالحال يا حيدر ولا تنتغر لي حيدر ابويا اللي يدير الفلك بيده وانا العزيز شلون خلاني وحيده شي ما درى زينب بهالحاله الشديده لما يناديها يا زينب يا زكيه انا يا زينب والدك واسمع عتابك كل يا محجوبة ترى عندي مصابك يا عزيزة الزهرة القضى للطاف جابك صبري يا بنتي واحمدي رب البريع اختنقت بعبرتها هلت دمعتها وخاطبت أباها أمير المؤمنين صاحت يا غوث الموزمة حرنا بصفاتك كاشف الشدة شلون يوم الطف فاتك أبو حسين ما جيت إلى ابنك وكشفت شدة بناتك ظلن بلا يخدر بين علوج ومية بعد تريد أحكي لك أبويا اسمع من عندها من عقب عينك ترى الأمة قاطعتنا عن وطن جدنا بالمذلة شردتنا شوف أبوي هذا النهر يجري حلال حلال على الكلاب على الخنازير أجل الله السابع هذا النهر يجري وعن ورده امنعتنا كم طفل عدنا من العطش ضاق المنيع بعد اريد احكي لك مصيبة مولاي ابا يا امير المؤمنين ايش هالمصيبة يا زينب قالت دفنا وخوارجهم عمر بن سعد دفن قتلاه لكن دفن بني هاشم اصحاب الحسين لا ترك اجسادهم على بوغاء كربلاء دفنوا خوارجهم ولا شالوا لنا ميت سويتين يا زينب قالت وانا على التل وقفت حسرة زور التل الزينب لولا هني وقفت زينب وانا على التل وقفت حسرة وناديت أما فيكم رجل مسلم أنا على التل قفت حسرة وناديت يا ليت لا كان رفعت صوتي ونخيت ما جاوبتني غير خيل الأعوجية أجيبوا زينب فركبت عشرة على بنات الأعوجية وداست صدر الحسين وكسرت أضلاعه بمسمع من زينب يا ليت لا كان رفعت صوتي وناديت ما
ما جاوبتني خير، ما جاوبتني غير خيل الأعوج. ولي أنا ناديت وارها الجنايز. مسلم لو ما أنت مسلم لما تشوف جنازة تشيع حلولة. ناديت وارها الجنايز يا مسلمين، أثار كفر كلهم بلا مذهب ولا دين. خلني أحكي لك أبوي آل الطلعة وبخال الأعوجية وداسة وحسين، واحنا حرم تدري الجنايس تبغي يرجع. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قول سيدنا ومولانا أبي محمد السجاد صلوات الله عليه في حق عمته زينب صلوات الله عليها. عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. طيب أفواهكم عطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. نقدم أحر التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان، عجل الله له الفرج وسهل الله له المخرج، في ذكرى شهادة عمته أم المصائب زينب عليها السلام. نعزي كل مرجع وكل عالم جليل بهذه المأساة العظيمة، نعزي كل مؤمن ومؤمنة يلهج باسم زينب ويسلم على زينب ويعيش مأساة زينب صلوات الله عليها وعلى أبيها وأمها وعلى أخيها على إخوتها على ذلكم العظماء الذين أعطوا الدنيا عطاء لا ينضب. ونحن نعيش ليلة التعزية لأم المصائب، ما عسى الواحد أن يقرأ من شيء يتعلق بزينب، وهي قد تربعت على عرش العظمة
وعرش الكبرياء، فهي شموخ وهي عظمة وهي نور وهي منهج وهي مسيرة ومدرسة تعطيك دروسا لا تنضب ولا تنتهي على مر الزمن كلما ذكرت اسمها صلوات الله عليها. يتوقف اليراع وقد جف مداده، ويكل اللسان وقد انتهى بيانه عند عظمة زينب عليه السلام. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فهذه الليلة العظيمة نعيش مع زينب دقائق لحظات لنستلهم منها الدروس والعظمة. فأولا نتعرف على شخصيتها من قرب، من هي زينب صاحبة هذه الليلة عليها السلام. هي زينب ابنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، وأمها هي فاطمة الزهراء ابنة رسول الله محمد اللهم صل على ثاني على حب الزهراء ثالث على حب الحسن والحسين من أجل قضاء الحوائج شفاء المرضى فكاك قيد الأسرى تعجيل الفرج ولدت العقيلة زينب عليه السلام في اليوم الخامس من جمادى الأولى سنة 5 أو 6 هجري بمدينة جدها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. حملتها أمها الزهراء عليهما السلام وأتت بها إلى أبيها إمام المتقين علي صلوات الله عليه، قبلها، أذن في أذنها اليمنى وأقام في اليسرى، وبقي شيء واحد وهو أن يسميها. من الذي يسميها؟ لابد أن يسميها جدها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأين جدها؟ كان مسافرا، فلما رجع صلى الله عليه وآله استقبله أمير المؤمنين عليه السلام بتلك الوليدة أو المولودة إن صح التعبير. التفت إليه: يا أبا الحسن ما أسميتها؟ قال: ما كنت لأسبقك، أنت اللي تطلق عليها الاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء قال: ما أنا بسابق ربي تبارك وتعالى. شوف شلون عظمة زينب، اسمها جاي من السماء. فينزل جبرائيل عليه السلام الجليل الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك: سمها زينب. اسم جميل ينزل من السماء. وما معنى زينب؟ زينة أبيها. فعلا زينة أبيها، فهي تحكي عليا عليه السلام في أخلاقه، في قيمه، في علمه، في مبادئه. زينب نموذج مصغر من أمير المؤمنين علي صلوات الله عليهم أجمعين، تربت في كنفه ونهلت من علمه وفضله وأخلاقه وكمالاته صلوات الله عليه، وعاشت من العمر تقريبا 64 أو 65، وخرجت من الدنيا غريبة مظلومة ولا يبعد أنها مسمومة شهيدة، وذلك في اليوم 14 أو 15 من شهر رجب سنة 62 هجري قمري، وقد دفنت على الأشهر في الشام، قبرها هناك، قبرها في الشام. واختلفت الروايات، هل هي في الشام
هل هي في مصر؟ هل هي في المدينة المنورة على مشرفها وآله السلام؟ هذه الاختلافات لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على قبر زينب عليها السلام. فكما قال السيد المرحوم فضل الله عليه الرحمة وهو يتكلم عن قبر زينب، تعدد قبر زينب ليس أمرا سلبيا بل إيجابي، فليكن لزينب عليها السلام 100 قبر في الدنيا لتتوزع قبور زينب. كل مكان يقف المؤمن يزور زينب يأخذ منها الدروس. هب أنها مدفونة في المدينة، من يقف على قبرها يأخذ دروس. هب أنها مدفونة في مصر، من يقف على قبرها ينهل عظمة ونور. هب أنها مدفونة في الشام، فمن يقف على قبرها يأخذ منهجا متكاملا من عطاء زينب. لكن الأقوى كما يقول السيد محسن الحكيم، السيد محسن الأمين رحمة الله عليه، المدفون في قبر أو في مشهد زينب عليها السلام بعد تحقيقه بأنها هي نفسها التي حضرت واقعة كربلاء وآزرت أخاها الحسين، ولعمري إن ذلك عجب. ليش عجب؟ لأن الشام كانت بؤرة للبغض والنصب والحقد على أهل البيت عليهم السلام. أمير المؤمنين يلعن سلام الله عليه على تلك المآذن في الشام 80 سنة، وإذا تجد مآذن زينب يصرخ عليها ليل نهار أشهد أن عليا ولي الله. وأكثر من هذا تحوط قبر زينب مدارس الحوزة الزينبية، حوزة الإمام الخميني، حوزة السيد الخوئي، حوزة الإمام الصادق، حوزات كلها تحمل أسماء أهل البيت. وسنويا تخرج العلماء الفطاحل الذين يحملون علوم أهل البيت عليهم السلام. كل ذلك من بركة من؟ من بركة صاحبة القبة الذهبية في الشام التي كلما زرتها وقفت على تلك القبة وسلمت الزوار. الله يرزقنا وياكم زيارتها. كم نحن في شوق أن نقف على قبرك يا زينب، وهذه الليلة القلوب كلها تعيش الحزن على مصابك والحسرة على زيارتك. يقولون متى نقف على ذلك القبر ونسلم على أعتابك، نقبل الأعتاب. الليلة عندك حاجة متعسرة، توجه إلى زينب، إلى أم كلثوم، إلى أم المصائب، إلى عقيلة آل أبي طالب صلوات الله عليها. زينب وما أدراك ما زينب، هذا هو الأمر الأول، تعرفنا على زينب. الأمر الثاني ما هو؟ شرف زينب. خلك وياي شوي لنعيش هذه الليلة مجلسا عظيما مع زينب. أنت تريد المجلس ناجح وأنا أريد يكون ناجح، لكن لا يكون ناجحا إلا بحضورك قلبا وقالبا. إن شاء الله نتوفق في هذا المجلس. شرف زينب، زينب شريفة، شرفها أولا في النسب، فنسبها من يكون أبوها غير علي إمام المتقين سلام الله عليه، أفضل الناس بعد النبي الأكرم محمد. وأمها بضعة النبي محمد صلى الله عليه. فيكون جدها النبي الأكرم محمد. أضام ومن أهل الأباة تعلمت إباها وآبائي كرام المعارق. نسب راقي جدا، هذا شرف النسب، لا يضاهى نسبك يا زينب. شرفها في أسرتها،
كانت زينب في محيط الأسرة امرأة مو عادية، تعامل معاملة خاصة منذ نعومة أظفارها، وأمير المؤمنين يزقها العلم زقة: بنية قولي واحد. قالت واحد، قولي اثنين. فسكتت: تكلمي بنية. قالت: اللسان الذي يقول واحد لا يقول اثنين. طفلة بهالسن بهالصغر في طفولتها وبراءتها تتكلم شنو؟ عبقرية وبلاغة. فضمها إليه وقبلها: أبه أتحبنا؟ قال: نعم أحبكم. قالت: كيف يجتمع في قلبك حبان؟ حب الله وحبنا، أنت تحب الله وتشفق علينا. شوف شلون أمير المؤمنين تترقرق دمعته، ويضم زينب إليه ضما ويقبلها ويفديها بأبيه وأمه: بأبي أنت وأمي يا زينب. شلون معاملة لطيفة يتعامل معها علي؟ كانت أصغر سنا من الحسن من الحسين، ولكنهما كانا يتعاملان معها كأنها أكبر منهما. شوف شلون تدخل على الإمام الحسن وكبده تتقطع في الطشت إربا إربا، ينسى كل آلامه قبل أن تدخل عليه وقد أحس بدخولها. بحقي عليك أخي أبا عبد الله إلا ما أخفيت الطشت الذي به كبدي المقطع. لماذا لا أتحمل أن أرى دمعة زينب على خدها؟ ولا حسرة زينب ولا عبرة زينب. ملتفتين؟ كان يقيم لها احتراما ووزنا خاصا، وذلك أخوها أبو عبد الله الحسين كم كان يحترمها ويقدرها. تدخل عليه وهو يقرأ القرآن فيطبقه إجلالا لها ويقوم لها احتراما، فكانت شريفة في منزلها في أسرتها في نسبها في عظمتها شريفة. هذا أمر ثاني في بحثنا. وأما الأمر الثالث وهو عنوان المجلس، عنوان المحاضرة هذه الليلة: السيدة زينب عليها السلام مدرسة الحجاب. عنوان عريض، عنوان قيم، عنوان ذهبي، عنوان يعبق عطرا من زينب ومن حجاب زينب عليها السلام. حينما نتكلم عن حجاب زينب، من نحن حتى نتكلم عن حجابها؟ نخجل. أنا واحد أستحي، أنت تستحي لما تتكلم عن حجاب زينب وعباءة زينب. ليش؟ لأننا إذا نظرنا إلى بيوتنا هذا اليوم وفي هذا الزمن رأيناها ابتعدت عن عباءة زينب عليها السلام. نعقد على زينب هذه الليلة مجلس، وندرف الدم على مصابها، ونعيش حياتها، ولكن مفردة واحدة نقف عندها وهي حجاب زينب. هل نجد حجاب زينب في بيوتنا؟ هل زوجتي تلبس فعلا عباءة زينب؟ ابنتي؟ قبل سنوات كانت عباءة زينب موجودة في بيوتنا، ولكن الموضة ولكن الصرخة للعباءات الأخرى سيطرت على بيوتنا، فابتعدت نساؤنا بمساعدتنا نحن عن عباءة زينب عليها السلام. فمن هذه الليلة نعيش مع عباءة زينب لنرجع تلك العباءة إلى دورنا، ونقف أمام التيار المنحرف عن عباءة زينب. هل زينب تقبل منك أن تكون زوجتك أو ابنتك؟ تخرج بعباءة مخصرة بها زينة أو تتعطر إلى الأجنبي؟ بالطبع لا، هذا بعيد عن عباءة زينب.
أباءة زينب جعلت زينب عظيمة. صدقني حينما نتكلم عن حجاب زينب وعن مدرسة الحجاب عند زينب نجد الناس تنقسم إلى قسمين. قسم يقول بأن العباءة تجعل المرأة مقيدة، لا تجعلها متقدمة، تجعلها متخلفة، لا تستطيع أن تخدم في الحقل الاجتماعي، لا تستطيع أن تقدم شيئا إلى المجتمع، لأن هناك شيئا يعيقها وهو العباءة. هذه نظرية موجودة الآن، هذه النظرية موجودة. وأما القسم الآخر، الشريحة المؤمنة التي لا تزال ممسكة بعباءة زينب وتتبرك بعباءة زينب، تقول بأن عباءة زينب هي التي تصنع أسرة، تصنع مجتمعا، تصنع أمة، تصنع حضارة إسلامية، وهذا هو الرأي الصائب. فصدق الآن المرأة حينما ابتعدت عن عباءة زينب ماذا جلبت للمجتمع؟ هل جلبت تقدما؟ أسألك، بالطبع لا، ما جلبت تقدم، وإنما تأخر، ازداد الفساد، ازدادت الانحرافات، ازدادت المشاكل الأخلاقية. قد يتزوج الشاب من شابة لأنه نظر عباءتها المزركشة المزينة المخصرة التي تحكي جسدها، ولكن هذا الزواج غير مبارك، بدليل أنك تجد مشكلة الطلاق بعد أشهر قلائل تجدها في المحكمة، وقد تطول أشهر وأشهر، وتنهدم تلك الأسرة التي انبنت في أيام. وكانت المسألة هي مسألة حجاب، لأنها ابتعدت عن حجاب زينب، عن عباءة زينب. ملتفت؟ فحينما ابتعدت المرأة عن عباءة زينب جلبت المآسي للمجتمع. والحديث ذو شجون، ما أقدر أتكلم زيادة فيطول بي المقام، وعدنا مصائب زينب عليه السلام هذه الليلة. وأما الرأي الصائب الذي يقول بأن المرأة إذا التزمت بعباءة زينب تقدمت في مسرح الحياة، تقدمت في محيط الأسرة، تقدمت في كل جنبات حياتها، هذا هو الرأي الصائب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك زينب نفسها عليها السلام. أسألكم، زينب إنما نتكلم عنها كيف ننظر إليها، باستحقار أم بتعظيم؟ لما تسمع اسم زينب ألا تخشع؟ أسألك، ألا يخشع قلبك؟ قطعا تخشع لعظمة زينب، لأن زينب كانت حجابا يسير على الأرض. أولا نقرأ صفة حجاب زينب عليها السلام، كيف كان حجابها، وثانيا نتوقف عند حجاب زينب. عند حجاب زينب ماذا أعطى زينب عليها السلام من كمالات؟ أولا صفة حجاب زينب، كيف كان حجابها؟ يقولون لم ترى الشمس، ولم ترها الشمس إلا حذرا أن يفوت وقت الزوال. شوف تعبير جدا بليغ، يعني معناها زينب ما كانت معروفة على مسرح الحياة، ما حد يقدر يميزها، ما حد يقدر يوصفها. ليش؟ لأنها كانت في غاية الحجاب، ولذلك من صفاتها، من ألقابها، خفرة أمير المؤمنين عليه السلام. ما معنى خفرة؟ لما تسمع كلمة خفرة ماذا تعني كلمة خفرة؟ يعني المرأة المتحجبة حجابا، المتحجبة حجابا شنو؟ دقيقا. حجاب بعد ما ينشاف من عدها شيء، ما تقدر توصفها بتعبير آخر، هذه يقال لها خفرة. خفرة حتى في واقعة كربلاء لما خرجت زينب إلى جسد أخيها الحسين عليه السلام كانت خفرة، بدليل كلام حميد بن مسلم يقول رأينا امرأة خفرة. اقرأ المقاتل كلها خفرة، يعني شنو؟ كاملة الحجاب،
ما حد يقدر يوصفها. عباية تمشي بتعبير آخر، هذه زينب في حجابها، لم ترى الشمس ولم ترها الشمس إلا حذرا أن يفوت وقت الزوال. وأيضا يقولون في وصف حجابها: كانت إذا أرادت أن تخرج لزيارة قبر جدها النبي الأكرم محمد رزقنا الله في الدنيا زيارته في الآخرة شفاعته، شلون تطلع؟ كيف تخرج للزيارة؟ تخرج في سترين، ستر من الليل تطلع بالليل المظلم، والستر الثاني من حجابها لوحدها. المرأة لما تروح تزور زينب، تروح تزور النبي، تروح تزور المشاهد بروحها، زينب شلون تجسد الزيارة؟ شلون تبين لك الزيارة بأي طريقة؟ بمحرم، وياها محرم، مو بروحها، مو لوحدها تروح. تخرج أمير المؤمنين أمامها، أبوها قدامها يمشي، والإمام الحسن عن يمينها عليه السلام، وحسين عن شمالها سلام الله عليهم أجمعين. يقولون حتى إذا وصلت إلى القبر الشريف، الله يرزقني وياك نروح نزور النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع أمير المؤمنين بالليل المظلم؟ يطفئ السراج. لفتة جدا جميلة، يلتفت أبو محمد الحسن: أبا سلام الله عليك، يا آل بيت النبوة، أبا ما لي أراك أطفأت نور السراج؟ ليش بالله؟ قال: لكي لا ينظر أهل المدينة إلى خيال أختك زينب. خيالها، شوف شلون حجاب زينب، حجاب جدا عظيم ودقيق، المرأة تحدو وتخطو على خطوات حجاب زينب، تكون عظيمة، هذه صفة حجاب زينب. عرفنا حجاب زينب يا مؤمنين أو لا؟ وصفت إليكم لولا سادة مؤمنين عمتكم زينب، هكذا كان حجابها. اثنين، ماذا أعطى حجاب زينب؟ زينب سلبها حريتها، جعلها متخلفة في الحضيض بعيدة عن ركب الحضارة. لا، زينب حضارة، زينب نور، زينب منهج، زينب مدرسة. ماذا أعطاها الحجاب؟ حجاب زينب أعطاها العلم، ما منعها عن العلم، الحجاب ما يمنع المرأة عن العلم، وأصبحت لديها شهادة علمية راقية. المرأة وين تريد توصل بشهادة؟ دكتورة؟ زينب دكتورة، شهادتها من وين حبيبي؟ من إمام معصوم عندها شهادة علمية. العالم من وين يأخذ شهادته؟ من أكبر عالم. وزينب أخذت شهادة علمية من من؟ من ابن أخيها، من السجاج سلام الله عليهم أجمعين. كما ينقل صاحب البحار عليه الرحمة، التفت إليها قال: عم زينب، أنت بحمد الله عالمة، عالمة صيغة مبالغة يعني في العلم، غزيرة في العلم، مو علم عادي، عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، وصلت إلى درجة علمية جدا راقية. يقول الفاضل الديربندي صاحب أسرار الشهادة، يقول: كان عندها علم المنايا والبلايا، مستقبليات، عندها علوم مستقبلية يعني، كعلم من؟ قال: كعلم جملة من أصحاب أبيها سلام الله عليه، كرشيد الهجري أو رشيد الهجري، وكميثم التمار، كان عندهم علوم غزيرة. من وين أخذوها؟ من عند علي عليه السلام. زينب عليها السلام عندها هالعلوم، فعندها مرتبة علمية جدا راقية. ومن شواهد علمها أنها كانت مدرسة، كان عندها حلقة علم ببيت أبيها سلام الله عليه،
تأتي إليها النسوة وينهلن من علومها وفضلها. تدرسهم فقه، تدرسهم عقائد، تدرسهم قرآن. ويقولون بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان مقبلا إلى الدار فسمع ابنته زينب عليها السلام تفسر القرآن للنساء. ما حد يقدر يفسر القرآن إلا منو؟ العلماء، أهل البيت العلماء هم اللي يفسرون القرآن. ما يفسر القرآن إنسان عادي مثلي ومثلك، لا، زينب كانت تفسر القرآن ووصلت إلى سورة مريم كاف ها يا عين صاد. النسوان طلعوا من عندها ماخذين علوم. دخل عليها أبوها علي عليه السلام مني سمعتك تفسرين كاف ها يا عين صاد. شلون تفسير عندك لطيف، لكن هذه الآية فيها رموز لمصيبة تصيبكم بأرض كربلاء. الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين كافها يا عين، والعين عطشكم بأرض كربلاء، والصاد صبرك زينب فترقرقت دمعتها بأبي التي ورثت مصائب أمها وغدت تقابلها بصبر أبيها. من شواهد علمها أن ابن عباس عبر الأمة فيلسوف القرآن نقل عنها خطبة أمها الزهراء عليهما السلام. طيب أنا أسألك، يوم أن خطبت الزهراء خطبتها كم كان عمر زينب؟ أسألك. 4 سنين. أنت قرأت خطبة الزهراء عليها السلام أو لا؟ شلون بها ألفاظ معقدة؟ صعب تحفظها بسهولة. زينب عليها السلام كان عمرها 4 سنوات من أول مرة سمعت خطبة أمها حفظتها، ونقلها عنها عبد الله ابن عباس عبر الأمة فيلسوف القرآن. هذا علم، هذا دليل عبقرية عند زينب عليه السلام. زين. وأيضا من شواهد علمها نجد إمامنا الحسين عليه السلام أعطاها نيابة خاصة. لما كان الإمام زين العابدين عليه السلام عليلا مريضا لا يستطيع أن يؤدي الرسالة على أكمل وجه لمرضه، زينب هي التي كانت تسد الفراغ، ولذلك أعطاها الحسين عليه السلام نيابة خاصة. ما ممكن أن تعطى نيابة خاصة علمية إلا لأنها بلغت درجة علمية راقية عليه السلام. فالحجاب لم يمنع زينب من العلم، بل وصلت إلى أرقى درجاته. الحجاب ماذا أعطى زينب؟ أعطى زينب عبادة راقية. شلون كانت عبادة زينب؟ وهي في الظرف الحرج ما تركت النافلة تتعبد، كما تقول فاطمة بنت الحسين عليهما السلام وهي تصف عمتها زينب ليلة العاشر من المحرم. وأما عمتي زينب فإنها لم تزل تلك الليلة قائمة في محرابها تناجي ربها عز وجل، فما هدأت لنا عين ولا سكنت لنا. وليلة 11 من المحرم يقول الإمام زين العابدين عليه السلام رأيتها تصلي من جلوس ما تركت نافلتها. الحجاب هو الذي صنع عبادة زينب عليه السلام، وأصبحت من أرقى العبادات ومضرب مثل. والحجاب ماذا أعطى زينب؟ هل جعل منها شخصية ضعيفة؟ هل جعل منها شخصية انهزامية؟ هل جعل منها شخصية لديها انفصام في الشخصية؟ لزيها عقدة الحقارة؟ لا وأبيك، بل نجد حجاب زينب جعلها من العظمة بمكان.
وقفت في وجه الطاغوت وهزت عرش الطاغوت بحجابها. حجاب زينب زلزل عرش ابن مرجانة. يوم أن التفت إليها وقال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ المفروض مرأة فاقدة أحبتها وأعزتها غير تستكين تنكسر. قالت: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل وبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج. ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. هاي الكلمة هزت ابن مرجانة ابن زياد، وأراد أن يقتل زينب أو يضربها عليها السلام. فالتفت إليها وقال لها: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك. شوف هذا الموقف من زينب شلون. قالت: لئن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت. خلنا نوقف هاللحظات مع زينب بمجلس ابن مرجانة. قالت: لئن كان هذا يشفيك فقد اشتفيت، فلعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي وهزت بهذه الكلمات مجلس ابن مرجانة. ردت جوابا مخدرت بيت الرسالة. حاضر وياكم العطية لولا، وانت أهل تعزية وكلكم أهل تعزية ومؤمنين، خلنا نعيش هاللحظات. ردت جواب مخدرت بيت الرسالة: الحمد لله اللي حبانا بالجلال، ذبحك لأخوي حسين وتشتت عياله، إجازيك رب غير ظالم يوم لمعاد. قلها: غليل القلب من خوتك شفينا، وبيتك من حسين ومن أخوانك خلينا، ذاك الجمع كله فرد ساعة فنينا، كلهم نظرتيهم بلا ساتر ولمها. شفتيش فعال رب العرش بالعاصي حسين، مطروح خليناه عارب غير تكفين، والخيل داست جثته وانتي تشوفين، وقرت عيوني زيد وادرك كل ما رأت. هذه امرأة ما تلام ما تلام زينب. يقول: هلت دمعها وبقت تتمنى المنية وتصيح: يا دهر غدرني وخان مياه ابلي ستر. صاحب الغيرة تسمع مني هالكلمة وعبرتك ما تهل وما تصفق بإيد على إيد. هادي زينب
لو بتك، لو أختك، لو أمك، لو زوجتك، تقبل؟ تقبل؟ بلي ستر والناس، بلي ستر. يا زينب بلي ستر والناس تتفرج، بلي ستر والناس تتفرج علي، ولا نحلني ركوب وينا قابل مهات. يا زينب قولي بعد، قالت يا دهر لك شر شيبتني قبل المشيب عقب الهواجج، عقب الهواجج ركبوني هزل النيب، وعقب البطل عباس وين راح عنك كفيلك، عقب البطل عباس قايد ناقة غريب، ومن بعد بيت المرتضى مجلس ابن زياد، هناك موقف أشد من هذا. إذ أدخلت على يزيد، وأختم مجلسي بهالموقف هذا، وأعذرني، أعذرني شوية أقطع قلبك وياي هاي الليلة هذه، لكن دموعك مذخورة إن شاء الله. لما تاخذ هالدمعة مولاي لا تمسحها، خلها بيدك، هذه دمعتك خلها بيدك، وارفع يدك الى السماء. عندك سجين، عندك مريض، عندك حاجة متعسرة، ارفع يدك الى السماء. الهي بحق زينب، وحق زينب الله ما يردك غير يقبل ويقضي حاجتك. ادخلت على يزيد على مجلس الخمر، واعظم ما يشجي الغيور، انت عندك غير لو ما عندك، دخولها الى مجلس ما بارح له والخمر، دخلوها على هالمجلس. وإذا يزيد قد وضع رأس أخيها الحسين عليه السلام بذلك طشت الذهبي، وأخذ يقلبه، يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين، وأخذ يكسر أسنانه، وزينب تسمع تكسر أسنان أخيها. ولكنها زينب ابنة أبيها قامت ووقفت في وجه يزيد، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله يونا، وبك علي كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وعظيم منزلتك لمنزلتك لديه، فشمخت بأنفك نظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله تعالى
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقة تخذيرك حرائرك بناتك إماءك وسوقك بنات رسول الله. قد أتكت ستورا أبديت وجوههن يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف ليس معهن من حماتهن حميم ولا من رجالهن ولي. تعرف هاي الكلمات وين وصلت؟ دخلت إلى بيت يزيد وقرعت مسامع هند تلك المرأة المؤمنة. التفتت إلى جاريتها قالت أي جارية اسأل البواب من المتكلم في المجلس، لأن هذا الصوت مو غريب علي، لأن هند زوجة يزيد هاي المرأة عاشت في بيت أمير المؤمنين مدة من الزمن، لكن الزمن والدهر جابها إلى هالبيت، فصوت زينب مو غريب عليها. قالت للبواب سل، قالت للجارية سل البواب من المتكلم، هذا مو غريب عليها الصوت. وجدت الجارية أي بواب من المتكلم، قال هذه امرأة. من هذه المرأة؟ قال هي زينب. زينب كثر، أي زينب؟ قال هي زينب ابنة علي ابن أبي طالب. الجارية تربية هند، امرأة أيضا مؤمنة موالية، فلما سمعت هذه الكلمات اهتزت ارتجفت بكت انتحبت. زينب المخدرة خفرت أمير المؤمنين بمجلس يزيد، والله عجايب. فأقبلت إلى سيدتها وهي تكفكف دمعتها وشاق جيبها، أخبريني من المتكلم، ما تقدر تحكيه، أخبريني بالله عليك. قالت سيدتي إن المتكلم زينب. زينب ابنة أمير المؤمنين علي. فلما سمعت هند لطمت رأسها صفقت بكف على كف وصرخت وفجعتها المتكلم زينب ابنة أمير المؤمنين في مجلس يزيد أمام الرجال وأنا في خدري. ما تحملت هجمت على مجلس يزيد، التفت إليها يزيد ما الذي جاء بك امرأة؟ قالت له يا لعين هذه زينب ابنة أمير المؤمنين في مجلسك وأنا في خدري. آخ 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 يا زينب من هالذي تخطب وتتلنف؟ هذا سؤال. من هالذي تخطب وتتلنف شجية تشبه على الكرار بالفاضة وحشية، تشبه على الكرار سجعتها ونثرها علي زيد تتجرى ولا اسمع تنتهرها. آذي عجيبة بالعجل كشفوا خبرها، يقولون عندي زيد نسوة خارجية.
قالوا خوارج والذي قامت خطيبه أزت المجلس هاي مسبية وغريبة، يقولون اسمها زينب ومن أهل طيبة، وحسين أخوها اللي انذبح بالغاضرية. زينب تفرغ بالأسماع أبكار الأفكار، من جوهر الهادي ومن خالص الكرار، قلبت الراي العام وابن الفاجر احتار، وانكشفت اسراره وتبين كفر مية. اجمت بلي شعور هند مكشف الراس، سبت يزيد وصدت تخاطب الجلاس، الواقفة تخطب مهي زينب يا الناس، من بيت عز وكرم واشرف هاشمية. يا يزيد هالراس اللي يلوح بباب داري، هذا ما هو راس الصبط صفوة الباري، وهالحايرات بمجلسك والدمع جاري، كلهن خوات حسين عز الهاشمية. وأقبلت إلى العقيلة زينب، صدت لزينب تقلها وتصفج الكفين، الله يا زينب عقب ذاك العز تذلين بمجلس يسيرة والعشيرة وين؟ هذا وزينب بتلك الحالة مربقات بالحبال مع النساء، وذلك العليل برقبته الجامعة، كلها مسامير كلما التفت وكزه مسمار، فيئن أنينا يقطع القلوب بمجلس يسيرة والعشيرة وين؟ وحسين قال الطبق راح وقضى الباري علي. وهذا هو النعيم من عند زينب، هذا هو المصاب الجلال. آلي كلهم قضوا وبقيت مبلية بهالعياء، ما أسمع من عندك ها. آلي كلهم قضوا وبقيت مبلية بهالعياء، من ديرة لديرة وعليل بقيد واغلى، واللي يشوف الحال ما نوصف له الحال، واللي يتعدو كل عزوتي راح من دي. أنا زينب اللي يحجون عني صار البكاء، والنوح فني سليت المصايب ما سلني. نختم مع زينب شقولين للينشدني من الناس، أخوك حسين وين عاما، أقل لهم بقى جثه بلا راه، وعباس
وعباس النفيل قطعة ودينة وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها المصمودة إن تناطت كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الجبال الميدا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل عزاءنا، اشف مرضانا، اقض حوائجنا،